وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر وهي الحمرة التي تكون في أفق السماء بعد سقوط الشمس بعد سقوط قرص الشمس، وتمتد هذه الحمرة إلى وقت العشاء. إذا سقطت الحمرة دخل وقت العشاء. تنتهي على ما أختاره من أقوال العلماء بدخول الفجر أو بصلاة ركعة قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فالظاهر منه أن هذا وقت الفضيلة، والله أعلم.